بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة لنتدارس موضوعاً مهماً وعظيماً، بل هو أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان، ألا وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس: كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن طوائف البشر من المسلمين اختلفوا في كيفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يعبر عن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بما يراه، ولكن أهل السنة والجماعة أحبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم كما أحبه أصحابه وكما أحبه تابعوهم بإحسان. فنبينا صلى الله عليه وسلم منة كبرى امتن الله بها علينا، فقد امتن الله علينا نحن أن اختارنا وجعلنا من أتباع هذا النبي الكريم، وهذه منة عظمى يجب على كل واحد من المسلمين أن يتدبرها، أن تكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام وتحت لوائه وتنسب إلى أمته التي هي خير الأمم. لا شك أنها نعمة كبرى امتن الله بها عليك، فلم يجعلك أنت يا فلان ابن فلانة، لم يجعلك تابعاً لموسى ولا عيسى ولا غيرهم من الأنبياء وأكرم بهم عليهم الصلاة والسلام، بل جعلك واختارك من دون سائر بني آدم لأن تكون تابعاً لخير رسله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه منة كبرى. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن هذا النبي الكريم هو أمين الله على وحيه، وأعظمهم عند الله جاهاً، وأسمعهم شفاعة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه، وقد شرح الله صدره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار لمن خالف أمره، هدى الله به من الضلالة وعلمهم به بعد الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة والفقر. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليحله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أصل عظيم من أصول الإيمان، وهذا الأصل لا يكمل الإيمان إلا به، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تكمل الإيمان. فالعبد مهما بلغ من الإيمان ومهما بلغ من العمل الصالح لن يكمل إيمانه حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكمل إيمانه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من الناس إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، أي لا يكمل إيمانك يا عمر حتى من نفسه. قال: والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. بل إن شهادة أن لا إله إلا الله من مكملاتها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقوم على أسس عظيمة، أعظمها وأولها طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر ونهى،
وتصديقه فيما أخبر عن الله وعن رسله وعن اليوم الآخر وعما يكون وما سيكون في مستقبل الأيام، وعما سيكون في الآخرة، وعما سيكون في المحشر. وكذلك من أسسها وأصولها أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك، لأجل هذه الشهادة، ولأجل أن محبته عليه الصلاة والسلام أصل عظيم من أصول الإيمان لا يكمل الإيمان إلا بها، أحبه صحابته رضوان الله عليهم، وأحبه سلف الأمة، وأحبته الأمة. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في محبته عليه الصلاة والسلام. روي أنه لما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة رضي الله عنه من الحرم وأرادوا قتله، ذهبوا به ليقتلوه، فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدًا الآن في مكانك لضرب عنقه وإنك في أهلك، يعني في أهلك سالم، ومحمد نأتي به بدلاً عنك؟ فقال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإني جالس في أهلي، يعني لا أحب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه تصيبه شوكة وأسلم من القتل، بل أقتل في سبيل الله ولا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة، فكيف به يأتي في مكاني هنا؟ فقال أبو سفيان، وهذا قبل إسلامه رضي الله عنه: ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وروي أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها، فأخبروها بمقتلهم، فقالت: انظر كيف محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تخبر بمقتل أبيها وأخيها وزوجها ومع ذلك لا تهتم لهذا كله. أول ما سألت عنه قالت: ما فعل الله برسول الله؟ قالوا: بحمد الله كما تحبين. وما صدقتهم، قالت: أروني حتى أنظره، تريد أن تصدق ذلك بعينيها. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، يعني كل مصيبة مهما عظمت بعد سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح هينة سهلة، المهم أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من أعظم الحب، وهو الحب الصادق. وقصصهم رضي الله عنهم كثيرة جدا، قصص الصحابة رضي الله عنهم في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدونه بأموالهم وأهليهم وأنفسهم، ويحامون عنه في الحرب، ويقاتلون دونه، بل يفدي الواحد منهم نفسه حتى يقتل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصيب النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى شوكة. وهذا كله لعظيم محبتهم رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الكل في هذا الزمان يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أحد من المسلمين إلا ويدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الفساق، حتى الفجار، ما تسأل أحد من المسلمين أتحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويدعي أنه يحبه عليه الصلاة والسلام. ولا شك حبه قد يكون صادقا، لكنه حب ناقص، ليس كل من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق في محبته، هناك من هو صادق وهناك من هو كاذب في حبه، وإنما يحبه حبا ناقصا. وإليكم بعض صور هذه المحبة الناقصة التي يدعيها كثير من الناس. هناك مثلا من الناس من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه على خلاف حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، تجده مثلا من الناس من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويلعنهم ويتهمهم زورا بالكذب والبهتان والباطل، ومع ذلك تجده يدعي صباح مساء أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن سب أصحابه، فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، ومع ذلك يبالغون في سبهم ولعنهم، ثم هم مع ذلك يدعون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا إلى طائفة من الناس تجده دائما يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن ذلك هو غاية الحب والتعظيم له عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهاه وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومع ذلك تجده يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف به. وتجد من الناس أيضا من يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام،
ويبالغ في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ به مرتبة الربوبية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهاهم وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ومع ذلك تجدهم يخالفونه. وانظر إلى طائفة من الناس آخرون يدعون أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع ذلك يسخرون بسنته ويحتقرون من يعمل بها. كم من الناس الآن تجده دائما يستهزئ بالحجاب، يستهزئ بالمحجبات، يستهزئ باللحى، يستهزئ بالثياب القصيرة، يستهزئ بالمصلين والمحافظين على الصلاة، يستهزئ بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كم من الناس تجده مثلا يستهزئ بمن يرفع صوته بالتكبير في أيام عيد الأضحى أو عيد الفطر، ويستغرب هذا الأمر ويشمئز حينما يسمع مثل هذا الكلام. فأي محبة في قلب هذا وهو لا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرح بسماعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنتشر بين الناس؟ أي محبة في قلوب هؤلاء؟ لا شك أنها محبة كاذبة، محبة ناقصة ليست بصحيحة. وهناك طائفة أخرى أيضا من الناس ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم يتهاونون بسنته ولا يرعون لها بالا ولا يهتمون بها، بل إن بعض الناس تعجب منه حينما يسأل سؤالا ويستفتي يقول: هذا سنة ولا واجب؟ ومفاد كلامه أنك إذا قلت له واجب التزم به، لا خيار له لأنه سيعاقب بالنار، وإن لم تقل له واجب قلت له سنة قال: إيه هذه سنة، يعني أمر هين سهل أن تتركها ليست مهمة. فكيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تدعي أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وسننه في قلبك هذا هو مقامها وهذا هو تعظيمها؟ لا تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهتم له، وتسأل دائما إذا كانت سنة فمعنى ذلك أنه لا قيمة لها ولن تعمل بها ولن تهتم لتركها، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصادقون الصابرون المقتدون المهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام من سلف هذه الأمة كانوا يتتبعون صغار السنة وصغار هديه عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ ابن عمر رضي الله عنه في ذلك مبلغا عظيما حتى أصبح يضرب به المثل في تتبعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات وهو سائر في السفر نزل من بعيره فوقف في مكان فتبول فيه، فلما سئل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان فتبول فيه، مع أن الوقوف في هذا المكان والتبول فيه ليس من السنة، ولكن لمحبته رضي الله عنه لنبيه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتفي أثره حتى في الأمور المباحة. بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما احتجم أعطى الحجام دينارا، فلما سئل قال إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما احتجم أعطى الحجام دينارين، فأراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الأمر. فلا شك أن من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد يثبت لها برهانا، لابد يثبت هذه المحبة بالأدلة الصادقة. أما من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يتهاون بها ولا يهتم لها ويجعلها من أهون الأشياء عنده يتركها لأتفه الأسباب، هذا لا شك أن هذا محب ليس بصادق ومحبته ناقصة. وهناك طائفة أخرى أيضا من الناس ممن يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يظهرونها على طريقة النصارى. ما هي طريقة النصارى؟ طريقة النصارى أن يجعلوا يوما في السنة يعظمون فيه عيسى عليه السلام ويدعون أن هذا هو مولد المسيح فيعملون فيه الاحتفالات. جاء طائفة من أهل الإسلام بعد القرن الرابع الهجري، لاحظ يعني بعد وفاة خيار الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم 300 سنة، في القرن الرابع جاءوا وابتدعوا بدعة جعلوها علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم في ظنهم، وقلدوا فيها النصارى فادعوا يوم من الأيام وجعلوه هو يوم المولد النبوي، ووضعوا فيه الاحتفالات والقصائد التي كثير منها شركية، وزاد الأمر حتى أصبحت هذه المهرجانات التي تسمى المولد النبوي أصبحت مهرجانات للفحشاء والمنكر والسفور والتبرج، بل حتى بائعو المخدرات أصبح لهم نصيب في المولد النبوي. أي حب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أي حب للنبي صلى الله عليه وسلم أن ترفعه إلى مقام الربوبية وتجاهر بذلك في قصائد شركية وتقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه المهرجانات هي أعظم المهرجانات التي تضيع فيها السنة وتحيا فيها البدع.
أي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تجعل يوما في السنة تميت فيه سنته وتحيي فيه البدعة؟ وين هذه المحبة؟ لا شك أن هذه محبة باطلة، محبة بدعية لا أساس لها ولا قيمة لها، بل أصحابها مأزورون غير مأجورين. إذن السؤال الكبير، كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دلائل محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف أعرف أني أحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك دلائل لهذه المحبة، وهناك طرق توصلنا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي كما قلنا أصل من أصول الإيمان، لا يكمل الإيمان إلا بها. من هذه الدلائل ومن أعظمها تعزيره عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله وتعظيمه بما يليق به عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ما معنى التعزير والتوقير؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. تعزير النبي صلى الله عليه وسلم أي نصره وتأييده، أن تعزره أي تنصره وتؤيده وتمنعه من كل ما يؤذيه. فإذا سمعت أحدا يسب النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه من مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت إنسانا يحتقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه من ذلك وتبين له الحق وتنكر عليه، إذا سمعت إنسانا يتساهل في الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له خطأه وتبين له عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تعزير النبي صلى الله عليه وسلم. وتعزروه وتوقروه، هذا من تعزير النبي عليه الصلاة والسلام، أن تنصر سنته عليه الصلاة والسلام وتنصره هو عليه الصلاة والسلام وتمنعه من كل ما يؤذيه. هذا هو تعزير النبي صلى الله عليه وسلم. والتوقير قال رحمه الله: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام والتعظيم. فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم هو إجلاله وتعظيمه والقيام بما يجب من تعظيمه عليه الصلاة والسلام. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له صور وله طرق. فمن تعظيمه الثناء عليه بما هو أهله، أن تثني على النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق، تثني على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، فلا تثني عليه وتطريه حتى تصل به درجات أو درجة الربوبية، تعالى الله عن ذلك، فهذا لا شك أنه من الكفر ومن الشرك بالله. بل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم تثني عليه بما هو أهله، بما أثنى به عليه الله عز وجل وبما أثنى عليه عباده الصالحون. وأبلغ الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة والسلام عليه. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أبلغ الثناء عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عباده بمعنى الدعاء له. فنحن حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي ندعو له، ندعو له أن يحله الله عز وجل المقام المحمود وأن يجزيه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. أيضا من توقيره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه، بحيث لا يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام مجردا، فلا تقول جاء محمد وذهب محمد، بل تقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن تدعوه كما تدعو أصحابك فهذا لا يجوز، وليس هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من توقيره عليه الصلاة والسلام وتعظيمه الدفاع عن سنته كما ذكرنا، فإن الدفاع عن سنته هذا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام. فكل من ينتهك حرمات هذه السنة فيجب الإنكار عليه والدفاع عن هذه السنة، مهما كان مقام هذا الذي انتهك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومهما كانت هذه السنة حتى لو كانت سنة يعني بسيطة أو سنة صغيرة في نظر كثير من الناس، إلا أنها عند الله عظيمة لأنها مرتبطة بنبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك من توقيره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام التشوف لرؤيته، كما أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون من بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. يأتي قوم في آخر الزمان يتمنون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقدوا أموالهم وأهليهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك التشوف لحب النبي صلى الله عليه وسلم، لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وتمني ذلك وترغيب النفس في بذلك، لا شك أن ذلك من تعظيمه، وأنه من دلائل أيضا المحبة له عليه الصلاة والسلام. وتعالوا بنا ننظر إلى صور من تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرهم بتعزيره وتوقيره، فلذلك هم يبادرون دائما إلى تعظيمه، فقد ملأ حب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم، فأصبحوا يعظمونه عليه الصلاة والسلام ويوقرونه بما هو أهله، فلم يرفعوه إلى درجة الربوبية، ولم يعاملوه معاملة بعضهم لبعض، بل وقروه وعظموه حق التعظيم. لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال ابن الزبير رضي الله عنه: ما كان عمر رضي الله عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. يعني عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية خاف أن يبطل عمله، لأن الآية قالت أن تحبط أعمالكم، الذي يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن تحبط أعماله، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخشون من هذه الآية. فكان عمر رضي الله عنه من تعظيمه وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم ما كاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يكلمه كلمه بصوت خافت حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تقول، يستفهمه ماذا تقول، كل ذلك خشية من أن يرتفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من تعظيمه عليه الصلاة والسلام. وكان ثابت بن قيس رضي الله عنه جهوري الصوت، كان صوته خلقة هكذا مرتفع، فلما نزلت هذه الآية ظن أنها نزلت فيه رضي الله عنه، فجلس في بيته منكسا رأسه حزينا يخشى أنه قد بطل أو حبط عمله، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فناداه وبشره بالجنة، بشره بالجنة لأنه ليس من هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، وإنما هكذا خلقه الله عز وجل، صوته جهوري يرتفع، كل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن ابن شماسة المهري رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فذكر لنا حديثا طويلا، وفيه قال عمرو بن العاص: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. ما كان رضي الله عنه يطيق أن يرفع بصره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، ما استطعت، لأني ما كنت، يقول ما كنت أن أنظر إليه عليه الصلاة والسلام، لأني لم أكن أملأ عيني منه. كل ذلك إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، لأن الله عز وجل وضع المهابة في قلوب أصحابه لهذا النبي الكريم. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه وهم جلوس، أصحابه من المهاجرين والأنصار كان يخرج عليهم من بيته وهم جلوس في المسجد، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع، فلا يرفع أحد منهم، أي من الصحابة، لا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما. وليس هذا لأنهم لا يعظمانه، ولكن لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولشدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام، لكن أصحابه من تعظيمهم له ما كان أحد منهم يرفع بصره إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما له عليه الصلاة والسلام. ويقول عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل إسلامه، انظر إلى هذه القصة العظيمة، يقول عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه: حين فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في عام القضية ورجع إلى قريش، قريش انتدبت عروة هذا ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليهم رأى أمرا عجبا، رأى من الصحابة رضوان الله عليهم في تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا، فرجع إلى قريش وقال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي من ملوك ذلك الزمان، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. يعني ما رأيت أحد من الملوك
يعظمه من عنده من أصحابه كما رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، أي يعظمونه أكثر مما يعظم أصحاب الملوك لملوكهم. والله ما بصق إلا وقعت في كف رجل منهم، ما بصق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثاره كلها طيبة، كلها مباركة، بصاقه وعرقه وريقه وفضل وضوئه كله مبارك، ولباسه وطعامه كله مبارك، فكان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما وقعت إلا في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، تسارعوا وتسابقوا لأمره عليه الصلاة والسلام، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني يقتتلون، هذا يريد يصب عليه الماء وهذا يأخذ بقايا الماء الذي يتساقط من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه، يعني ما ينظرون إليه مباشرة إلى وجهه، ما يحدون النظر إليه تعظيما له. وهذه الصفة اشتهرت، حتى كل هذه الآثار التي ذكرناها تروي هذه القضية وهذه القصة أو هذه المسألة، أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يحدون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وهيبة وتعظيما له عليه الصلاة والسلام. هذا كله من صور توقيرهم وتعظيمهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هؤلاء قدوة لنا، قدوة لكل مسلم أن يحتذي حذوهم في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك من دلائل محبته عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر عن الله وعن الدار الآخرة وعن آخر الزمان وعن انتصار هذه الأمة وعما يقع في اليوم الآخر من عقاب وجزاء، وكذلك عن ما يقع من عقوبات في بعض الذنوب ومن جزاء عظيم في بعض الطاعات، كل هذا تصديقه فيه عليه الصلاة والسلام من دلائل محبته. فكيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تصدقه تكذبه أو تشك في خبره الذي نقله لك عن الله عز وجل؟ لا يمكن أن تصح محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تصدق خبره، ثم أيضا كيف تطيعه وأنت تكذبه أو تشك فيما نقله إليك مما سيقع في الدار الآخرة من عقاب وجزاء؟ لا شك أن من لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم أو شك في خبره فهو أولا كافر بالله العظيم، ولم يأتي بالشهادة الحقة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أيضا هو لا يمكن أن يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصدق خبره الذي جاء به من عند الله. كذلك من أعظم دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته والاهتداء بهديه، وهذه هي المحك، هذه الدلالة هي المحك لكثير من المحاب التي يدعيها كثير من الناس ثم هو ليس بصادق فيها. كما قلنا كثير من الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن واقعه يكذب ذلك، واقعه وحاله يكذب هذه المحبة التي يدعيها. فمن دلائل محبته عليه الصلاة والسلام الاهتداء بهديه وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة، من كان يرجو الله والدار الآخرة فليجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أي يهتدي به، قدوة حسنة يقتدي به في أمره ونهيه. بل الله عز وجل جعل طاعته من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهومه أن من لم يطع الرسول لم يطع الله عز وجل. قال القاضي عياض رحمه الله اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله والتأدب بآدابه في عسره ويسره، التأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر. بعض الناس قد يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم لكن في حال اليسر، أما إذا جاءت المحن وجاءت الفتن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
وترك التأدب بآدابه والاقتفاء بأثره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، وشاهد هذا قوله تعالى: هذا هو المحك، هذا هو المحك لكل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى شرعه، إلى شرع الله عز وجل، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم الدلائل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحاكم إلى هديه وإلى سنته وإلى ما جاء به من الشرع هو علامة الإيمان وعلامة محبته عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مما قضيت أنت يا رسول الله، ويسلم تسليما. فالإعراض عن التحاكم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شرعه لا شك أن هذا من علامات النفاق. ولذلك المنافقون قال الله عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا هو حالهم. فإذا من أعظم دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم وادعاء محبته ليس هو إقامة مهرجانات المولد وغيرها، أو رفع اللافتات، أو قول الأشعار، هذه ليست هي كل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه محبة زائفة. المحبة الصادقة أن تطيعه وأن تهتدي بهديه وأن تحتكم إلى شرعه، هذه هي المحبة الحقيقية. أما مجرد مهرجانات وأصوات وصياح وأناشيد، هذه ليست هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هي التي أمرنا الله عز وجل بها. أيضا من أعظم دلائل محبته عليه الصلاة والسلام تعظيم أمره وتعظيم سنته، ومن صور هذا التعظيم لسنته عليه الصلاة والسلام الحرص عليها. فالحريص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يدل على محبته له. وأما الذي لا يحرص على السنة تأتي إلى حاله، تشاهد مظهره، تشاهد بيته، تشاهد تصرفاته، تشاهد أخلاقه، لا تجد منها شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تدعي أنك تحبه؟ إذا جئت إلى الهيئة والصفات لا تجد شكلك وهيئتك يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وإذا جئت إلى طباعك وأخلاقك لا تجدها تشبه النبي صلى الله عليه وسلم، تجدك تكذب وتخادع وتغش، وأخلاقك سيئة مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، كيف أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تقتدي به؟ هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. أهذا من حرصك على سنته عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبعد الناس عن الاهتداء بهديه محبته ناقصة وادعاه كاذب. كذلك من علامات أو من دلائل التعظيم عدم السخرية بها والتقليل من شأنها. فالذي يسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يعني، لا يدل مطلقا أنه يحبه، ولا يمكن أن يدعي أنه يحبه. كذلك من دلائل أو من صور التعظيم لسنته عليه الصلاة والسلام تعليمها للصغار. الكثير من الناس للأسف لا يحرص على تعليم صغاره وأهل بيته سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا يهمه ذلك، بل للأسف حتى في الواجبات التي هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تجد لا يحرص، فكيف بالسنن الصغيرة أو السنن التي هي أقل، ليست صغيرة لأن كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن نقصد بها التي هي أقل من الواجب، فكيف الذي ضيع الواجب كيف به أن يأتي بما هو أقل منه؟ أضرب لكم مثال: كم من الناس مثلا يشاهد أبناءه يأكلون بالشمال ومع ذلك لا يهمه ذلك؟ كم من الناس مثلا يرى أبناءه يعبثون في الطعام، تطيش أيديهم في الطعام، لا يأكلون مما يليهم؟ كم من الناس مثلا لا يعلم أبناءه أن يقول بسم الله على الطعام؟ كم من الناس لا يعلم أبناءه أن يقرأ أوراده في الصباح وفي المساء عند النوم؟ كم من الناس لا يعلم أبناءه سنة الدخول إلى المسجد وسنة الدخول إلى الخلاء وسنن التخلي وقضاء الحاجة؟ كم من الناس يغفل مثل هذه السنن؟ كيف تدعي أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وأهلك بعيدون عن تعلم هذه السنة أو هذه السنن؟ لا شك أن هذا الادعاء ادعاء ناقص. كذلك من صور تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام
عند السلف؟ السلف لهم قصص عظيمة في تعظيم سنته. نحن تكلمنا قبل قليل عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، عن تعظيم ذاته عليه الصلاة والسلام، وصور ذلك عند السلف أو عند الصحابة. لكن هناك صور كثيرة لتعظيم الصحابة والسلف لسنته عليه الصلاة والسلام، لما جاء به من الأمر والنهي. من ذلك القصة التي رويت عن عمر رضي الله عنه. مر عمر رضي الله عنه في أحد سكك المدينة، وكان ميزاب يصب الماء من أحد البيوت، يصب الماء على الناس في الطريق، فنظر إلى هذا الميزاب وأمر بخلعه، فخلع الميزاب، فإذا به للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه العباس رضي الله عنه قال: أشهد لقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بيده. فعظم ذلك على عمر رضي الله عنه، كيف يخلع ميزابا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، مع أن عمر له الحق في ذلك، هو أمير المؤمنين وهذا الميزاب آذى الناس، ومع ذلك لتعظيمه رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته حتى في هذا الأمر البسيط قال: أقسمت عليك يا عباس، أقسمت عليك يا عباس لتصعدن على ظهري فتضعه في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اكتفى أن يرده عمر هو بنفسه، لا، أراد أن يذل نفسه لله رب العالمين، فقال: أقسمت عليك يا عباس لتصعدن على ظهري لتضعه في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التعظيم، كيف به عمر؟ أترون عمر رضي الله عنه يستهين بما هو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية؟ كلا وحاشاه رضي الله عنه. إذا كان ميزاب ما طاقت نفسه أن ينزع والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه، فكيف به رضي الله عنه أن يتخلى عن السنن التعبدية رضي الله عنهم أجمعين؟ ومن ذلك القصة المشهورة، قصة ابن عمر رضي الله عنه مع ابنه بلال. ابن عمر رضي الله عنه قال: روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله، أي النساء، مساجد الله، أي لا تمنع النساء أن تذهب إلى المساجد لتصلي وتسمع الذكر. فقال بلال ابنه من غيرته رحمه الله على النساء، قال: والله لا نمنعهن، يعني غيرة عليهن، ليس هو مخالفة قصدا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قصد بذلك أن النساء تغيرت أحوالهن، والله لا نمنعهن. فضرب ابن عمر على صدره وقال: والله لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن، والله لا كلمتك أبدا. كل ذلك تعظيما لأمره عليه الصلاة والسلام وتعظيما لسنته عليه الصلاة والسلام. انظر كيف غضب على ابنه، قال الرواة: وكان ابنه بلال هذا من أحب أبنائه إليه، ومع ذلك هجره أشد الهجر، كله لأجل أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روي عن السلف، عن التابعين، قصص كثيرة تدل على تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من المحدثين، منهم مالك بن أنس رحمه الله، كان لا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متوضئ ولابس أحسن اللباس ومتطيب رحمه الله. وأيضا روي عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أحد الرواة الكبار، أحد كبار التابعين وأحد أفاضل التابعين، بل قيل أنه أفضل التابعين أو من أفضل التابعين. لما مرض وأرادوه أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقعدوني فإني أستحي أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على ظهري، وهو مريض معذور. ومع ذلك تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يحدث وهو مضطجع. والقصص في ذلك كثيرة جدا، كلها دالة على تعظيمهم رضوان الله عليهم لسنته عليه الصلاة والسلام ولأمره ونهيه. كذلك من دلائل محبته عليه الصلاة والسلام بغض ما يبغضه عليه الصلاة والسلام من الأشخاص والصفات، ومحبة ما يحبه من الأشخاص والصفات. النبي صلى الله عليه وسلم أبغض أشخاصا، فمن دلائل محبته أن نبغض هؤلاء الأشخاص. أبغض الكافرين، أبغض اليهود والنصارى، فمن دلائل محبته بغضهم. وأحب المؤمنين، أحب الصادقين، أحب المجاهدين، أحب المنفقين، أحب المتصدقين، فمن دلائل محبته عليه الصلاة والسلام محبة هؤلاء. كذلك أبغض صفات معينة، أبغض الكذب، أبغض النفاق، أبغض الكفر،
أبغض المخادعة والغش فنبغض هذه الصفات، وأحب ما يقابلها من الصدق وحسن الأخلاق وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق في المعاملة. فهذه صفات يجب أن نحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها. فإذا من دلائل محبته عليه الصلاة والسلام محبة ما يحبه عليه الصلاة والسلام من الأشخاص ومن الصفات والأخلاق، وأن نبغض ما يبغضه أيضا عليه الصلاة والسلام من الأشخاص ومن الصفات. من الأسئلة الكبيرة والعظيمة والمهمة: كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن عرفنا دلائل محبته عليه الصلاة والسلام، لكن كيف نحبه؟ كيف نصل إلى محبته عليه الصلاة والسلام؟ من أعظم الأسباب وأحسن الأسباب الموصلة إلى محبته عليه الصلاة والسلام النظر في شمائله وأخلاقه وصفاته عليه الصلاة والسلام. فالذي يقرأ في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقرأ صفاته ويقرأ سيرته ويتأمل فيها لا يمكن إلا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب لك مثالا واقعيا: حينما يذكر لك شخص من الناس لا تعرفه ويقال لك هذا الرجل كان كريما وكان شجاعا وكان يعين على نوائب الدهر وكان ينصر المظلومين وينصر الضعفاء وكان يفعل ويفعل من الخصال الكريمة، تجد نفسك تهفو إلى محبته حتى لو لم تعرفه. فكذلك ومن باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبينا والذي بعث رحمة للعالمين، حينما نقرأ صفاته عليه الصلاة والسلام ونقرأ خصاله الكريمة ونقرأ عن أخلاقه وطباعه وصفاته الخلقية والخلقية ونقرأ في سيرته وكيفية تعامله مع الناس ومع أصحابه ورأفته بأمته ورحمته بهم وحبه لهم، حينما نقرأ هذه الصفات لا شك أن الصادق الذي يريد الله والدار الآخرة لا يملك إلا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم حباه الله عز وجل بهذه الصفات الكريمة العلية، فمن قرأها وتدبرها لا شك سيحبه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم في كلام النفيس رحمه الله: ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق وأكرم شمائل الخلق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه والخطأ عليه إلا حلما، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يقول لا إله إلا الله. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم، وأفصح الخلق وأصبرهم في مواطن الصبر وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، وأشد الخلق ذبا عن أصحابه أي دفاعا عنهم وحماية لهم ودفاعا عن أعراضهم، وأقوم الخلق بما يأمر به، إذا أمر بأمر كان من أقوم الناس له يعمل به، وأتركهم لما ينهى عنه، إذا نهى عنه كان من أبعد الناس عن هذا النهي، وأوصل الخلق لرحمه، كان واصلا لرحمه عليه الصلاة والسلام، من أوصل الخلق للرحم. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة أي لأول مرة هابه، ومن خالطه معرفة حتى عرفه عن قرب أحبه، يقول ناعته أي واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وأيضا من وسائل محبته عليه الصلاة والسلام تربية النفس والأولاد على اتباع السنة وتعلمها وتعليمها في المأكل والمشرب والتعبد وفي شأن الإنسان كله، ف
فالإنسان حينما يتعود ويعود نفسه وأبناءه على تعلم السنة والعمل بها سيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتطرق إلى نفسه محبته عليه الصلاة والسلام. لأنك كلما قلدت إنسان وجعلته قدوة لك لا شك أنك من حيث لا تشعر ستحبه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما تجعله قدوة لك تعلم نفسك وأبنائك وأهل بيتك ونسائك على اقتفاء هديه عليه الصلاة والسلام ستشعر أنك تحبه، لأنك دائم الالتصاق بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. أما الغافلون البعيدون المعرضون عن سنته عليه الصلاة والسلام كيف لهم أن يحبوه وهم لا يقتدون بهديه ولا يهتدون به ولا يعملون بسنته، بل قد يحتقرونها أو يستهزئون بمن يفعلها أو يهتدي بها، كيف لهم أن يحبوه؟ لا شك أن هؤلاء تنطمس قلوبهم وتظلم وتكون من أبعد القلوب عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من وسائل محبته عليه الصلاة والسلام النظر في سير الأولين الذين يحبونه عليه الصلاة والسلام أصدق الحب. ونحن حينما نقرأ في سيرة أصحابه أو في سيرة من بعدهم من التابعين وأولي العلم من السلف ونقرأ في كيفية محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الاهتداء بهديه وبذل الغالي والنفيس في ذلك ستجد أنك بإذن الله ستقتفي أثرهم. وهذا ينشط النفس، أنت حينما تقرأ دائما عن المتصدقين ستهفو نفسك إلى الصدقة، وحينما تقرأ عن المجاهدين تهفو نفسك إلى بذل النفس في سبيل الله، وحينما تقرأ عن الأخلاق الرفيعة والحسنة ستهفو نفسك إلى أن تتخلق بهذه الأخلاق الكريمة. فكذلك حينما تقرأ عن السلف وعن الصحابة وعن التابعين في كيفية محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اهتدائهم بهديه عليه الصلاة والسلام ستجد نفسك تهفو إلى الاقتداء بهم والعمل بمثل عملهم وترتاح نفسك إلى مثل هذه الأعمال، ولذلك ستجد نفسك من حيث لا تشعر تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتطرق إلى نفسك حب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة. كذلك من وسائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تدبر ما يكون في ذلك من الأجر. محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم، ولو لم يأتي في أجر محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، يسأل متى الساعة، متى ستقوم الساعة حتى يتهيأ لها بالعمل. قال ما أعددت لها، ما الذي أعددته لها من الأعمال؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، يعني لست من أهل الصدقة ولا من أهل الصلاة، ليس من أهل الصلاة يعني لا يصلي، لا يعني ليس من أهل قيام الليل ولا من أهل الباذلين أموالهم في الصدقة ولا من أهل صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ما كان ممن يكثر الصيام ولا ممن يكثر الصلاة، يؤدي الفرائض فقط. فقال ما أعددت لها كثيرة صلاة، يعني هو يصلي لكنه لا يكثر من الصلاة ولا يكثر من الصوم ولا من الصدقة. قال ولكني أحب الله ورسوله، قال ولكني أحب الله ورسوله. انظر كيف كان الجزاء، لأن هذا محبته صادقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولكني أحب الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، إن كنت صادقا تحب الله ورسوله فأنت يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه وتشرب من حوضه، وإن كنت غير صادق وتحب أهل الفسق وأهل الفجور فأنت مع من أحببت. ولذلك هذا محك عظيم وميزان عدل، فأنت مع من أحببت أيها المسلم يوم القيامة، إن أحببت المنافقين فأنت معهم تحشر معهم يوم القيامة، وإن أحببت الصادقين أحببت الأنبياء والمرسلين أحببت الصالحين أحببت الصديقين تحشر معهم يوم القيامة. المرء مع من أحب يوم القيامة، أنت مع من أحببت يوم القيامة. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة وجزاء عظيم لمن أحب الله ورسوله. ختاما نختم بهذا الأمر العظيم، وهو عقوبة من استهان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم.
بغض النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كفر مخرج من الملة. فالذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد له بالرسالة، وهو علامة من علامات التكذيب له عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني مبغضك، الشانئ هو المبغض. قال الله عنه: هو الأبتر أي المقطوع. الأبتر أي المقطوع. اسمع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية، كلام عظيم نفيس. يقول رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى بتر شانئ النبي صلى الله عليه وسلم من كل خير، قطعه من كل خير، فبتر ذكره وأهله وماله ذلك في الآخرة، ويبتر أي يقطع، ويبتر حياته أي في الدنيا فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا للمعاد، ويبتر قلبه فلا يعي الخير، حتى وهو يسمع الخير لا يعيه ولا ينتفع به. لماذا؟ لأنه مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، فقطعه الله عز وجل، بتره الله عز وجل. ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته. هذا القلب الذي أبغض به النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤهلا أن يعي الخير وينتفع بالخير وينتفع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويبتر أعماله فلا يستعمله الله، فلا يستعمله في طاعته. ويبتره من الأنصار، يقطعه من الناصرين له فلا يجد له ناصرا ولا عونا. ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما، حتى لو فعلها لا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره، حتى وإن صلى، حتى وإن صام، حتى وإن تصدق، لا يجد لها حلاوة، لأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، فقلبه شارد عنها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ضرب الله عز وجل المثلات والعبر بمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم على مر التاريخ، ضرب الله بذلك أمثلة وعبر، قصص في أولئك الذين أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم. نسوق من ذلك قصتين. الأولى: روى البخاري في صحيح عن أنس قال: كان رجل نصراني، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل نصراني، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. فزار هذا النصراني الذي أسلم، زار نصرانيا وكان يتحدث معه، فكان يقول له، انظر، هذا النصراني الذي أسلم كان يقول لهذا النصراني الذي زاره، كان يقول له: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعرف شيء، أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يدري إلا ما أكتب له. فأماته الله، أمات هذا النصراني الذي على قلب منطوى على بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأماته الله، فأصبح وقد لفظته الأرض، أخرجته من باطنها، انظر، قبر في داخل الأرض، فأمر الله هذه الأرض أن تلفظه، فلفظته الأرض، ما قبلت هذا الذي أبغض النبي أو استهان به أو استهزأ به. فقالوا، أي قال النصارى: هذا من فعل محمد وأصحابه، نبشوا صاحبنا، أي حفروا القبر وأخرجوه، فحفروا له مرة أخرى، أي هؤلاء النصارى حفروا لصاحبهم مرة أخرى، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه، يعني علموا أن هذا مغضوب عليه من قبل الله عز وجل، فألقوه على الأرض، ألقوه على الأرض. ومن العقوبات أيضا في هذا الزمان، في الزمن المتأخر، ما ذكره وقصه العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله، يقص قصة هو لقيها، ويعني هو عاصرها رحمه الله، عن أحد خطباء مصر. وكان هذا الخطيب فصيحا متكلما مقتدرا، فأراد هذا الخطيب الذي يخطب في الناس أن يمدح أحد أمراء مصر. وهذا الخطيب قد يكون خطيبا يعني في مسجد، أو قد يكون خطيبا في أماكن عامة. أراد أن يمدح أحد أمراء مصر في ذلك الزمان، عندما أكرم هذا الأمير
أو هذا الرئيس أكرم ذلك الأعمى الضال طه حسين الكاتب المعروف، فقال في خطبته هذا الخطيب متمدحا متفصحا يظهر فصاحته، قال في خطبته عن ذلك الذي أكرم طه حسين قال: جاءه الأعمى فما عبس بوجهه وما تولى، إشارة إلى إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أم مكتوم، فما كان من أحد العلماء الحاضرين في صلاة الجمعة وهو يخطب، فما كان من أحد العلماء إلا أن قام وأعلن للناس أن صلاتهم باطلة، لأن خطبة هذا الرجل باطلة، لأن فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لأجل أن يتزلف إلى هذا الرئيس أو هذا الأمير. ثم قال أحمد شاكر رحمه الله: ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا، انظر كيف كانت عقوبته، كيف أذله الله عز وجل. قال: فأقسم بالله، يقول أحمد شاكر رحمه الله وهو أحد علماء المسلمين في القرن الماضي، فأقسم بالله لقد رأيته، أي هذا الخطيب، بعيني بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء، يقول: رأيته مهينا مهينا ذليلا خادما على باب أحد المساجد يتلقى نعال المصلين، يأخذ النعال ويحفظها لهم حتى يعطوه قليلا من المال، انظر كيف أذله الله يوم أن كان مستعزا بغير الله عز وجل. يقول: رأيته مهينا ذليلا خادما على باب أحد المساجد يتلقى نعال المصلين يحفظها لهم في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني. انتهى كلامه رحمه الله. هذه عاقبة من استهان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو تلميحا، ولو تلميحا، عاقبه الله عز وجل بهذه العقوبة وأذله، عدا عقوبته في الآخرة إن لم يتب الله عليه ولم يتب قبل موته. هذا ما تيسر عرضه عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي الكريم هو منة عظمى لهذه الأمة امتن الله بها على عباده، ولن، كما قلنا في أول الكلام، لن يكتمل إيمان العبد حتى يكمل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، وأن نصدق أفعالنا بأقوالنا، وأن نصدق أقوالنا بأفعالنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعلنا من أحباب نبيه صلى الله عليه وسلم الناصرين لسنته، المقتدين بهديه، والمهتدين بهديه صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا ما قدم وثابه عنا وعن المسلمين خيرا، وجعلها في موازين حسناته يوم يلقاه. يقول السائل: ما حكم من يستهزئ باللحى، وما توجيهكم له؟ لا شك أن اللحية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي التحى بها لم يأتي بها من عند نفسه، فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يدع هذا العمل الباطل، لأن هذا قد يؤدي به إلى الكفر. فإن كان يستهزئ بالشخص لذاته ولا يقصد الشخص ولا يقصد السنة نفسها، فهذا لا شك أنه عاص لله، ولا يجوز الاستهزاء بالمسلمين. أما إن كان يستهزئ باللحية التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا السنة، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة، كما قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن ينبغي أن يفرق في هذا بين من يستهزئ بذات الشخص ومن يستهزئ بالسنة التي فعلها الشخص. فإن كان يستهزئ بالسنة فهذا كفر، وإن كان يستهزئ بذات الشخص وهيئته وشكله فهذا ليس بكفر، ولكنه معصية، لأنه لا يجوز الاستهزاء بالمسلمين. ثم أيضا إن التكفير في هذه الحالة لا يجوز لك أن تلقي الكفر على هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل، ولكن تحذره من أن فعله هذا قد يؤدي به إلى الكفر، أما تكفيره هو فلا يجوز حتى تقيم عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع التي تمنع وقوع الكفر أو تمنع وقوعه في الكفر. نعم. يقول: هل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة بالرجال فقط أم للنساء أيضا؟
زيارة المقابر عموما، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المقابر أو غيره من القبور، هذا مما اختلف فيه العلماء، هل يجوز للنساء أن تزور المقابر أم هو خاص فقط بالرجال؟ الذي يفتى به في هذه البلاد أو أكثر أهل العلم هنا يفتون أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وهو حديث حسن أنه لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور. وهناك من أهل العلم من أجازه مطلقا، وهناك من كره زيارة النساء للمقابر. وعلى كل المسألة يعني فيها سعة، ولكن الأحوط والأحسن والأبعد عن الشبهة أن لا تزور المرأة المقابر، أن لا تزور المرأة المقابر. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص أدرك الركعة الثانية من صلاة الكسوف، كيف يقضي الركعة الأولى؟ هيأتي بركوع واحد فيها أم ركوعين يقرأ بينهم؟ صلاة الكسوف لا تدرك إلا بالركعة الأولى ولا تدرك بالركعة الثانية، الركعة الثانية لا تدرك بها. فإذا جاء إلى الإمام وقد قام من الركعة الأولى ثم بدأ يقرأ للركعة الثانية فهذه تعتبر فاتته الركعة الأولى، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم ويأتي بقراءتين وركوعين في قيام واحد. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من يتكاسل عن السنة أحيانا حبه ناقص مثل أن يشرب الماء جالس؟ لا، ليس لا نجزم بأن حبه ناقص أو غير ناقص، ولكن الحب الناقص هو الذي يظهر في جميع أحوال العبد حينما نشاهد حاله كله في يومه وليلته وغالب أيامه، تجده متساهل بالسنن بعيد عن السنن، هذا هو الذي يظهر أن حبه ناقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بحب كامل لأن أفعاله تدل عليه. أما أحيانا قد يكسل الإنسان عن بعض السنن في بعض الأحيان، فنرجو أن هذا ليس من دلائل يعني نقص المحبة، ولكن الإنسان يحرص دائما على أن يكمل محبته، والمحبة درجات، المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم درجات، فكلما كمل سننه واعتنى بها واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى محبته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هل صلاة الكسوف تكون من أول الكسوف إلى نهايته حتى لو كان وقته طويل أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه إذا رأوا الكسوف أن يقوموا ويصلوا حتى ينجلي، حتى ينجلي، فإن استطاع المصلي أن يصلي طيلة وقت الكسوف فلا بأس، وإن صلى مقدار الذي يستطيع عليه والذي يستطيع عليه الناس وليس في مشقة عليهم فيصلون، وليس بالضرورة أن يصلوا طيلة الوقت أو طيلة وقت الكسوف لأنه قد يستمر لساعات، فلا يلزم أن يستمروا طيلة الوقت، المهم أن يؤدوا هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوها كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فإن أطالوها إطالة ظاهرة فهذا هو الأفضل والأحسن، وإن صلوا كل الوقت فهذا أفضل وأحسن، وإن لم يصلوا إلا بعض الوقت فلا بأس، كل هذا جائز، كل ذلك جائز، ولكن من السنة أنهم إذا انتهوا من الصلاة ولم ينجلي أن يشتغلوا بقراءة القرآن والاستغفار والصدقة، لأن هذا لا شك أن هذه من الآيات التي يخوف الله بها عباده. نعم. يقول أرجو منكم تقديم نصيحة تحذر من خطور تنقص العلماء الربانيين الذين عرفوا برسوخهم في العلم والذي يقوم به بعض دعاة الضلال من أهل الهوى لتنفير الشباب منهم، فأصبح الشباب لا يميزون بين أهل السنة والبدعة ويقذفون العلماء بأهل المداهنة لجهلهم. ولا شك أن هذه من الفتن التي يبتلين بها في مثل هذا الزمان، أن يأتي صغار السن وصغار العقول ويعتدوا على علماء الأمة، فالعلماء لهم مقام ومكانة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يعتدي على أحد من أهل العلم بالسب والقدح والتنقص من شأنه حتى ولو أخطأ هذا العالم، فعلماء السنة وعلماء السلف ما في أحد منهم سالم من الخطأ، ولو أخذنا أن نتتبع أخطاء علماء السلف لوجدنا عليهم من الأخطاء مثل ما لكثير من أهل العلم، فليس أحد سالم من الخطأ، فالواجب على كل واحد أن يحفظ لسانه، وقد جرت يعني سنة الله عز وجل في مثل هؤلاء أن يبتلوا في أنفسهم، وقد شاهدت أنا بنفسي عدد من هؤلاء ممن تنقص العلماء وقدح فيهم وبدأ يعني يلوكهم بلسانه في كل مجلس، أنا رأيت أشخاصا من هؤلاء ممن ابتلاه الله عز وجل في نفسه إما بالأمراض
أو بالضلالة نعوذ بالله من ذلك والانحراف. فهؤلاء هم حملة هذا الدين من بعد الأنبياء وهم ورثة الأنبياء، فكيف تطلق لسانك على كل من أخطأ؟ حتى ولو أخطأ العالم خطأه على نفسه، لا يبيح لك عرضه ولا يبيح لك التحدث فيه ولا يبيح لك التنقص له. ثم إذا كنا سنتحدث في كل عالم أخطأ، من سيسلم لنا من العلماء؟ لن يسلم أحد، وستبقى الأمة في جهل وفي ظلام بسبب فقد العلماء وبسبب زهد الناس في علمائهم. فالواجب على كل واحد من المسلمين أن يتق الله عز وجل، أن يتق الله، فالغيبة محرمة وتكون أعظم جرما حينما تكون في من لهم شأن في الأمة الذين يذودون عن الدين ويعلمون الناس الخير. مهما أخطأ العالم ومهما اجتهد فلعله مغفورا له عند ربه، وأنت تسيء الظن به وتتهمه وتتنقصه وهو معذور عند ربه، قد يكون مأجورا على اجتهاده هذا. ثم أنت لم تكشف عن القلوب حتى تبين من هو المداهن ومن هو ليس مداهنا، هذا كله من الضلال المبين. وهذه الحقيقة من البدع التي أحدثت في زماننا هذا، أن كل عالم يخطئ ننتقصه ونطرحه ولا نأخذ منه شيء. هذه بدعة ليس من هدي السلف، ولم يفعل هذا سلف هذه الأمة. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن كثير من العلماء وبين أن العلماء أخطاؤهم كالجبال، انظر ما صغر أخطاءهم، قال أخطاء العلماء كالجبال، ما هي صغيرة كالحصى، قال أخطاؤهم كالجبال ولكن حسناتهم كالليل، إذا جاء الليل سدل على هذه الجبال فتغطت. وانظر نفسك إذا مشيت بين جبال عظيمة شاهقة في ظلمة الليل، هل تراها؟ ما تراها، مغمورة في هذا الليل. فالعلماء مهما أخطأ العالم ما دام أنه عالم من أهل السنة، ولو كان عليه شيء من الأخطاء، ولو حصل له شيء من يعني الاجتهاد الخاطئ، ما يجوز لنا أن نقدح فيه أو نتعرض له. فعقوبة الله عز وجل عاجلة. وقد رأيت كما قلت لكم، رأيت بنفسي عددا من هؤلاء الشباب ممن كان همه وديدنه التنقص لأهل العلم، منهم من ابتلي في نفسه، ومنهم من ضل عن الهدى، ومنهم من ابتلي بالأمراض، كل ذلك بسبب أنه قدح في أهل العلم وتنقصهم. فالواجب على الإنسان أن يناصح أهل العلم إن رأى، وإن كان هو أهل لأن يعرف أن هذا خطأ ولا صواب. أنت جاهل كيف تعرف؟ شاب صغير ما بعد تعلم الأصول الثلاثة ولا يعرف حتى أصول الطهارة، ومع ذلك تجده يقدح في أهل العلم ويتكلم في أهل العلم. طيب من أنت حتى تقدح فيهم؟ إن كنت تعلم عليهم خطأ فراسلهم، بلغ لهم هذا الخطأ. فكيف تستمع أنت لأهل العلم تجلس تنصب نفسك قاضيا وقادحا ومنقبا عن أخطائهم وأنت جاهل لا تعلم من العلم شيء؟ ثم حتى لو كنت عالما أو عندك شيء من العلم، ليس هذا هو طريق السلف وليس هذا هو هدي السلف في بيان الأخطاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل هذا التعريف صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف التوفيق بينه وبين ما ذكرت في مقدمة المحاضرة بقولك إن بعض الناس يسأل هل هذا سنة أم واجب؟ أنا أقول إن بعض الناس يسأل هل هذا سنة أو واجب لأنه يستهين بالسنة، يعني ما ليس لها يعني ذات أهمية عندما يهم أن يتركها. هذا يدل، هذه من دلائل قلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف المحبة في القلب، وهذا لا شك فيه، وذكر العلماء ذلك، أن الإنسان الذي يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل قلة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن السنة إذا أطلقت في الشرع فهي تدل على معان كثيرة، فهناك السنة التي تدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود في الحديث الصحيح عن الصلوات الخمس، قال فإنهن من سنن الهدى، من سنن الهدى أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وتطلق السنة ويراد بها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو فعل يقال عنه أيضا سنة. وتطلق السنة ويراد بها المستحب، وهو الذي يكثر الناس السؤال عنه، يقول هذا سنة ولا واجب، يعني مستحب ولا واجب، يقصدون به المستحب. نعم. شكر الله لشيخنا ما قدم وأنزل له المثوبة وجعلها في موازين حسناته يوم يلقاه بإذنه تعالى. وكما نشكر مؤسسة الحرمين لرعايتها لنقل هذه المحاضرة على الموقع حامل المسك، ونقول لهم جزاكم الله خيرا على هذا النقل، وأيضا نشكر تسجيلات التقوى على قيامها بتسجيلها.
هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه المحاضرة بموازين من بنى هذا المسجد، وأن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا بمشيئة الله سوف تكون محاضرة لفضيلة الشيخ فهد بن سليمان القاضي بعنوان أسباب التحاب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14,036.